مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، جمهور النادي الاهلي العظيم برحب بحضراتكم. خلاص الاهلي يعني يمكن احنا بعد ساعات قليله بقالنا اسبوع يمكن بنعد في الساعات ديت مستنيين الماتش، ماتش النهائي مع الزمالك. كلنا ثقه في لعبتنا الرجاله وفتره يعني قدره الفريق على حصد البطوله دي زي ما عودهم دايما. الحقيقه زي دلوقتي يمكن بكره الشوط الثاني من المباراه بيبدا، وربنا يا رب يوفق لاعبتنا باذن الله. كلنا بنقول كلمه واحده بس في الليله دي، من هنا لحد بكره ان شاء الله ولحد ال 90 دقيقه ما يخلصوا بنقول يا رب ان شاء الله. هي يا رب دي ان شاء الله اللي هتحقق لنا الفوز وهتسعد الجماهير اللي بالملايين اللي في كل مكان في العالم.